لابد أنكم تتساءلون ماذا كان يفعل الناس قبل أن تكون لدينا تلك الأشياء التي تدبر الطعام. كل ذلك الطعام كان يذهب هدراً. كل الوقت الذي أنفق في اتخاذ قرار بشأن ماذا سنتناول على العشاء. أنا أحضر وجبات الغداء من أجل أسبوع هنا أيها الناس. بحقكم؟ حتى مع كل هذه الفوضى، كل الأغطية الضائعة، تشبه حقاً حاويات تخزين للزمن مع غطاء محكم. هذه ساعة تم توفيرها، هذه نصف ساعة، هذه ساعة أخرى. حسناً، هذه هي الفكرة على الأقل. هذه هي قصة كيف نحاول دوماً أن نحتوي الزمن. نحاول دوماً أن نفوق الوقت ذكاءً. نحاول القيام بكل شيء بطريقة أسرع. نبحث عن طرق للوصول إلى هدر أقل وقت ممكن بشرياً. لكن لنكن صريحين، لا يمكننا تجاوز حاجتنا للطعام. إنه وقودنا الأول، وبينما تمر الساعات، تخبرنا أجسادنا مراراً وتكراراً أن الوقت حان لوجبة أخرى. الطعام بحد ذاته يمثل صراعاً لا ينتهي مع الوقت. من اللحظة التي تقطف فيها فاكهة أو يتم اصطياد سمكة أو يقلع فطر، يهجم الوقت بشكل محتوم، منقصاً مذاقه وقوامه إلى أن يصبح غير قابل للأكل أو الأسوأ من ذلك، ساماً. أول تكنولوجيات حفظ الطعام كانت كلها تتعلق بنقل الطعام منذ أن يتاح حصاده إلى أن يتم التهامه، لكن في سياق حديث ما نحاول فعله بحفظ الطعام مختلف تماماً. لذا بشكل طبيعي اختراع حافظات الطعام البلاستيكية التبروير أو أي حاوية نسميها تبروير من هذه إلى هذه كان له تأثير على سباقنا ضد الوقت أعظم بكثير من مجرد منح الفائض من طعامنا حياة أطول. غيرت الطريقة التي نتسوق بها والتي نطهو بها والتي نأكل بها وأين نأكل؟ قبل ثقافة الطلب الخارجي بكثير، مثلت هذه المستوعبات ثقافة الغداء المعد مسبقاً وحواضر المنزل والنزهات. لقد جعلت من الممكن السفر لتناول الطعام خارج المنزل. خفف هدر الطعام، حضر الطعام وأحكم توضيبه الآن واستمتع بهذا الوقت المخزن لاحقاً. في الماضي كان علينا أن نحضر العشاء، لكن الآن يمكننا فتح الحافظة البلاستيكية التي في المطبخ وأن نأكل الطعام الفائض، وأظن أن هذه إيجابية كبيرة جداً. لكن، وهناك دوماً لكن، بينما تستثمر هذه المستوعبات المذهلة وقتك إلى الحد الأقصى، ألا تسهم أيضاً في هذا التوقع من الإنتاجية العالية؟ يمثل هذا الشيء مفارقة استثنائية، إذ كانت وظيفته تتعلق بحفظ الوقت وفائض الطعام، لكنه أصبح الرمز الأهم لثقافة المستهلك. هل هذا السبب في أننا جميعاً نتناول الغداء في مكاتبنا ونضحي بأيام العطل لنطهو من أجل الأسبوع على أمل الحصول على أسبوع فعال وجيد التنظيم؟ هل حدد هذا قدرنا في أن نظل مسرعين؟ البشر ليسوا مخلوقين للقيام بستة وثلاثين شيئاً معاً. في مرحلة ما ينهكون ويصبحون متعبين تماماً. مرة أخرى، إنها مسألة وقت، صحيح؟ منذ نحو 200 عام، كنا جميعاً جوالين. أمضينا ساعات كل يوم نبحث عن طعام لنأكله ونحاول ألا نؤكل نحن أيضاً، بحيث نستطيع أن نعيش ليوم آخر ونبحث عن مزيد من الطعام، وهكذا دواليك. لكن في مرحلة ما كانت لنا بعض الملاحظات التي أحدثت ثورة. إحداها كانت أن النمر السيفي الذي تم صيده البارحة بقي طازجاً لبضعة أيام فقط حين حفظ في مؤخرة كهف بارد. ليس مستوعباً محكم الإغلاق، لكنهم وفروا الوقت في البحث عن أغطية متطابقة أيضاً. القدرة على حفظ الطعام للأيام الماطرة جعلت برنامجنا اليومي أكثر مرونة، وأعطتنا المزيد من الوقت للتفكير بطرق أخرى لحفظ الطعام. كيف وصلنا من هذا
إلى هذا؟ حسناً، لنسميها التجربة والخطأ. وأقصد حقاً أخطاء كبيرة فعلاً. إن أخبرتكم أنه حتى اليوم حوالي 420 ألف شخص لا يزالون يموتون من تسمم الطعام كل عام، يمكننا تخيل كيف كانت هذه الأرقام في الماضي. لكن قصة حافظة الطعام التي يمكن إحكام إغلاقها من جديد بدأت في فترة الحرب العالمية الثانية، على عكس الحرب العالمية الأولى التي كانت كلها تتعلق بالفولاذ والحديد. هذه المرة اكتشفنا أيضاً أعاجيب البلاستيك. كان يقوم بكل الأشياء التي لم تستطع المواد العادية القيام بها أو قام بها بشكل أرخص بكثير. لقد فتح أذهان الناس على الإمكانات الأخرى. ماذا أيضاً نستطيع أن ننتج؟ ربما يكون له خصائص مشوقة. الخبر السار هو أن الحلفاء فازوا بالحرب. الخبر السيء هو أنه ما إن عادت قوات الرجال إلى الوطن، فإن النساء اللواتي استلمن المصانع تم طردهن من الاقتصاد وإعادتهن إلى المطابخ من جديد. ماذا؟ أتظنون أن استكشاف بلاء النساء ابتعاد عن الموضوع؟ حسناً، أعيد النظر. في خمسينيات القرن العشرين كان معدل وقت العمل المنزلي 56 ساعة أسبوعياً، وذلك وقت استثنائي. الآن إيرل تابر هو عالم كيميائي، كان يختبر البلاستيك من أجل استخدامه في زمن السلم، ففي عام 1946 أنتج أول حافظة بلاستيكية. الأعجوبة؟ الزبدية الأعجوبة. البلاستيك هو تكنولوجيا عجائبية تمت التجارب عليها خلال القرن العشرين بأكمله. حافظات التابروير هي شيء مختلف، تحضر التابروير البلاستيك إلى المنزل. لكنه لم يكن البلاستيك فقط. أسمعتم؟ لا؟ ما رأيكم الآن؟ هذا هو، كان ذلك الغطاء المحكم الذي يغير الحياة ويستطيع الآن إبطاء تأثير الوقت على الجراثيم وتعديل الوقت وفي النهاية توفير الوقت. إيرل تابر مخترع التابروير كانت لديه رؤية لتطوير الخزائن والحياة بالمجمل. كانت رؤية هدفها التوفير وليس الإنفاق ولا الاستهلاك. وبهذا كان إيرل مستعداً لإدخال تابروير إلى أمريكا وفي النهاية إلى العالم، لكن لم يرغب أحد بتلك الأوعية. في الواقع هذه هي القطعة الأقدم من تابروير، وعندما دخل التابروير للمرة الأولى إلى مشهد الإنتاج كان نسخة بيضاء من الزبدية العجائبية، كان نفعياً، لكن من الواضح أن هذا الشيء لم يبدو جيداً أمام أطباقك الصينية الجميلة أو مجموعة كؤوسك في المنزل، كان غريباً تماماً. لكن قبل أن يصبح حلم تابر هدراً هائلاً للوقت وربما أعظم اختراع فاشل في التاريخ، أدخل براوني وايز نموذج تجارة التابروير بتعديل عصري في الوقت المناسب. حفلة التابروير. كانت ربة المنزل الأمريكية قد تحولت إلى الضواحي، لم تكن تعمل خارج المنزل ولم يكن لديها ما يلهيها إلا القليل. كانت حفلات التابروير بداية الاستقلال بالنسبة إليهن، استقلال مادياً إضافة إلى الاستقلال الاجتماعي. سرعان ما تجاوزت مبيعات حفلات براوني وايز مبيعات منشآت المتاجر. كان يتعلق الأمر بالإنفاق والعصرية إلى أقصى حد، لم يكن مجرد الذهاب للتسوق أو شراء الحاجيات من البقالة، كان نوعاً من الضحك مع أصدقائك. مع انتقال العائلات إلى الضواحي بمعدل محموم لأنه كان هناك شيء جديد للقيام به، أصبح التابروير شيئاً أساسياً في المعيشة المعاصرة. خلال عقد 93% منا كان لدينا هذا المنتج في خزائننا. مع حلول العام 1954 كان لدى الشركة أكثر من 20 ألف تاجر وموزع عبر البلاد، وكانت الأرباح تصل إلى 25 مليون دولار من المبيعات، ما يعادل اليوم 242 مليون دولار. ثم أتت كندا، أوروبا في ستينيات القرن العشرين، ثم اليابان وأستراليا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. السيدة تابروير أصبحت الآن في أكثر من 100 دولة. فكرة المنتج كانت متعلقة ببناء حياة النساء، لذا اجتمعت النساء مع نساء أخريات وباعت النساء إلى نساء أخريات ودعمت النساء نساء أخريات ليصبحن بائعات تابروير.
كان هذا الاختراع داعماً بطريقة ما للفكرة السائدة في القرن العشرين والحادي والعشرين لتحسين الذات، بحيث إن أردنا أن نصبح أشخاصاً أفضل فنحن نحتاج إلى هذا لنوفر المزيد من الوقت. هذا سيساعدنا في أن نكون أكثر فعالية. لكنه خلق أيضاً استخداماً لكل الوقت الذي كان ينقذك. الوقت بجوهره بطبيعته مستمر، بعبارة أخرى ليست هناك لحظة من دون زمن، ليس هناك وقت بين الوقت. الوقت موجود دائماً، يتحرك إلى الأمام دائماً. آجل، أو للتعبير عن الأمر بطريقة أخرى، تحفظ هذه المستوعبات الطعام وما يتبقى منه بشكل طازج لوقت أطول، وهذا بدوره ربما يعني زيارات أقل إلى البقالة وتحضيراً أسرع للغداء في الصباح. لكن هل سمعتم يوماً بشخص يجمع أيام أسبوع إضافية من الإجازة لأنه حضر بضع وجبات غداء مقدماً؟ لأنه حتى إشعار آخر، لا يمكنك جمع الوقت في مستوعب من أجل استخدام لاحق. أظن أن التبروير هو شيء يوفر الوقت، لكنه ربما وهم توفير الوقت الذي كان كله مبنياً على فكرة أن يكون لديك وقت أطول للاسترخاء، لذا توفير الوقت يساوي الاسترخاء، لكن في الواقع هذه المعادلة ليست منطقية. كل ما فعله هو توسيع أدوار النساء وقصرها على دور ربة المنزل حتى على نطاق أوسع، لذا فإن التبروير شيء وهمي كالحصان ذي القرن من ناحية توفير الوقت. أجل، لكن العلم أثبت أن الحيوانات وحيدة القرن موجودة فعلاً، لكنها لا تبدو مثل تلك المخلوقات الأسطورية التي تخيلناها. ربما الأمر نفسه بالنسبة إلى الوقت. التبروير هو أكثر من مجموعة أجزاء وأكثر من مجموعة متطابقة من الزبديات ومن تعديل جديد على ألوان الموسم الرائجة. إنه مفهوم يمكن إعطاؤه علامة تجارية وقياسه: وفر الوقت في التسوق، وفر الطعام وخذه معك، خزن الطعام إلى وقت لاحق مراراً وتكراراً. تأثيره على طريقة تنظيم مطابخنا وطعامنا الفائض ووجبات غدائنا ووجباتنا الخفيفة جلب تدفقاً من المقلدين إلى السوق. اليوم نحن محاطون بالكثير من المستوعبات البلاستيكية حتى إننا لم نعد نلاحظها، لكن لسوء الحظ بالنسبة إلى غرور المنافسين نحن نصر على تسميتها تبروير حتى إن كانت مصنوعة من الزجاج. أنت لديك هذه وأنا لدي هذه، وقطع هذا النوع الآخر التي لم تعد تطابق أي شيء في خزانة المؤن. هناك عدد غير محدود من التنويعات والعلامات التجارية والألوان والقياسات، رؤى لما تعنيه سهولة التخزين، لكن هذا بدأ كله في مكان واحد ومع رجل واحد واسمه يبقى إلى الأبد. الدليل على الأرجح هنا في مطبخك. هيا، وسأنتظر بينما تذهب وتتفقد. أكثر مما اعتقدت، صحيح؟ هي، سأراهن حتى إن نصفها ليست لك. أحياناً أبسط الاختراعات التي لا يهتم المرء بها هي التي يسهى عنها. أفكر بمنزلي الخاص، نحن نستخدم مستوعبات بلاستيكية على طراز التبروير كل يوم، كل يوم حقاً. أصبح التبروير المعيار الذهبي للراحة في المطبخ، وهذا لأنهم واظبوا على مراقبة المستهلكين والمنحنى الزمني. عندما أصبح فرن الميكروويف ضرورة في الثمانينيات المتطلعة للمستقبل، أوجد التبروير مستوعب التخزين ستاك كوكر الذي بمقدوره تخزين وجبة من 3 أطباق لعائلة من 4 أشخاص خلال 30 دقيقة. انظر، إن كنت مشغولاً جداً في تدوين الأشياء الهامة في فايلوفاكس خاصتك أو تحويل الدقائق إلى عملة على ساعتك الآلة الحاسبة بأزرار صغيرة، يستطيع جهاز ميلز إن مينتس أو وجبات في دقائق أن يطعمك خلال أقل من 10 دقائق. نحب أن تكون الحياة مريحة، نحب أن تكون الأشياء رخيصة، نحب أن تكون الأشياء فورية، ونحب أن نوفر الوقت، والاختراعات التي تم إتقانها من أجلنا محاولاتنا لتوفير جواب على هذه الاحتياجات. الآن إنها لم تنجح دوماً، لكن إلى مدى معين بحيث نعتبرها قد لبت هذه الاحتياجات ستكون ناجحة تجارياً في السوق. وهنا يكمن نجاح العديد من الاختراعات المختلفة وراء وظيفتها وفعاليتها. هذه المستوعبات البلاستيكية البسيطة اكتسبت ما يقارب علاقة ثقافية أسطورية.
أظن أن ما بدأ كنظام منتج لجعلنا أفضل وأكثر وعياً بقليل للوقت يوفر المزيد من الوقت، ربما حتى لا يزال السبب في أننا نشتريه. لكنني سأقول إنه لا علاقة له بهذا المنتج، أظن أنه مشبع ثقافياً أو أنه رمز. اليوم يقدر أن حفلة تبروير تحدث كل 1/3 من الثانية على الكوكب، والمبيعات السنوية بالمليارات من الدولارات. حقاً؟ والأمر الصادم، حوالي 3/4 مبيعات التبروير تحدث الآن خارج أمريكا الشمالية. بينما انتشرت التبروير من الولايات المتحدة إلى كندا وأوروبا ثم أبعد عالمياً، بدأ الإنتاج ينتقل إلى أماكن أخرى وفي فرنسا خاصة، افتتح مصنع في العام 1973. في البداية كل التوقعات كانت أن شيئاً مثل منتج بلاستيكي أمريكي لا يمكنه أن يشق طريقه إلى ثقافة فرنسا المطبخية الراقية. ما سيفعله هذا في منزل شخص فرنسي مخالف للذوق الراقي؟ عندما وصل التبروير إلى فرنسا كان غير مؤكد إطلاقاً، كان المجتمع مختلفاً جداً، وفكرة ضواحي الأسلوب الأمريكي لم تكن موجودة في فرنسا. لقد كان السؤال، هل ستنجح التبروير هنا؟ أجل، لقد نجحت. حتى إن لديهم تارين ألترا برو، وهي نسخة باتيه قابلة للتسخين. هناك حافظة تورتيا وحافظة روتي وحافظة كينشي، واسمعوا هذا، حافظة كومونو لإبعاد العث الآكل للقماش. قوة المبيعات العالمية التي تجاوزت 3 ملايين متحمس للتبروير تبقي هذه المنتجات تتحرك في كل مكان من العالم. حتى الملكة توضب حبوب فطورها في تبروير. لذا أساساً ولإثبات الفكرة كلها، اقتنع الجميع بتأثير التبروير، أو في النهاية سيفعلون. كنت مذهولة كيف أن قطعة من تكنولوجيا مجهولة، تكنولوجيا أساسية، تصبح مستأنسة وواسعة الانتشار تماماً إلى درجة أنها بدأت تنتشر حول العالم، وما يدفع منتجاً للقيام بهذا؟ بالتأكيد، ليس هناك قياس واحد يناسب الكل لتوفير الوقت مهما ادعت التكنولوجيا أنه موجود. هناك بعض الفروق الثقافية في مفهوم الوقت، ويمكن لهذا أن يؤدي إلى بعض طرق التفكير المختلفة المتعلقة بالوقت. كيف يتنافس عصر السرعة والراحة العالمي مع التقليد، خاصة في أكثر الأماكن انشغالاً في العالم؟ في مومباي، كثير منكم سيرون أيضاً أنها مدينة تتحرك كثيراً. الناس في الخارج يقومون بالأشياء طوال النهار، إنهم في الخارج صباحاً، إنهم يعملون ويصخبون طوال الوقت. ما أحبه في المدينة أنها لا تبدو في حالة سكون. لكن العمال في مومباي لا يطبخون ويوضبون وجبات مصنوعة منذ أيام في مجموعة من المستوعبات البلاستيكية. لا، لديهم خطتهم الخاصة في توفير الوقت، وهي كبيرة، كبيرة جداً. إليكم أيها الناس، إنه نظام الدابوالا. نظام الدابوالا عمره 125 سنة، وأساساً هو أكثر نظام توصيل غذاء فعال في العالم على الإطلاق. لمنحك فكرة عن مدى فعاليته، هناك 5000 ساع يصلون إلى 200,000 شخص مختلف في مومباي في وقت الغداء كل يوم. تخيلوا توضيب هذا كل يوم، والاضطرار إلى العثور على الأغطية الصحيحة. هناك خطأ واحد يحدث فقط في كل 1.5 مليون توصيل. واعتقدت أنهم متقدمون في المجال؟ يضيعون يوم الأحد لتوفير بضع ساعات يوم الخميس؟ ربما عليك إعادة النظر في هذا. لا أعتقد أن الشخص العادي يدرك دوماً مدى حجم التوافق بين الزمن الموضوعي والزمن الشخصي، ويمكن لهذا أن يسبب بعض المشاكل. وفرنا ساعة في اليوم، هل تشعرون بهذا؟ كيف يشعرون بشأن هذا؟ لأن الزمن الموضوعي ليس الواقع دوماً. دعني أساعدك هنا. الزمن الموضوعي هو الزمن الذي يمكن قياسه بالساعات والتقويمات، بينما الزمن الشخصي هو اختباري، إنه المدة التي تشعر بها. يمكنهما أن يكونا مختلفين تماماً. بالتأكيد، ربما تشعر أنك توفر الوقت عندما تطلب الطعام،
لكن كم مرة مشيت جيئة وذهابا وأنت تراقب السائق على تطبيقك يقوم بالانعطاف الخطأ أو يعود أدراجه؟ ترى وقت التسليم المقدر يزداد بينما يسير في دوائر حول عنوانك، لأن الاحتمالات هي أنك طلبت بوقت توصيل متوقع، وقت على الأرجح تتمنى أنك اخترعته، والآن تعتمد على هذا الطعام أن يصل في الوقت المناسب، ولن يكون كذلك، لذا ستتأخر بسبب هذا التوصيل. أو بالمناسبة، لا يعني هذا أن الهند ليس فيها تبروير. مع أكثر من 70,000 ممثل عالمياً، فهي في المرتبة 16 في العالم في المبيعات. ليس من المرجح أن تحل مكان نظام الدبوالة قريباً، لكنها شهادة على أن العلامة التجارية للتبروير موجودة حتى هناك. من المخيف فعلاً التفكير أن البلاستيك يستطيع أن يغير العالم. أجد الأمر مفزعاً، لكنني أظن أنه صحيح، لأن أشياء كهذه لها وكالة خاصة بها، إنها معولمة تماماً، لكنها تحمل معها نوعاً من أخلاقيات العمل الغربية في التوفير وفي كسب الوقت وأن تكون أكثر فعالية. إذن إن كان التبروير يعد أن يخفف العمل والوقت في الواجبات المنزلية، وإن كنا نتحدث عملياً، فالبلاستيك مثل الألماس يبقى إلى الأبد. إذن يمكن القول بأن كل هذا الوقت الموفر ليس له وقت انتهاء صلاحية، لكن أين هو كل هذا الوقت؟ عندما تسأل الناس كيف حالكم هذه الأيام، معظم الناس في المجتمعات الغربية على الأقل سيقولون بخير تماماً، لكن يبدو كل شيء مسبباً للتوتر الآن. أنا لا أملك الوقت، وسيلقون الملامة على أنفسهم. أنا لست ماهراً في إدارة الوقت. على الرغم من أنه بالنسبة للكثيرين منا توفير الوقت هو على رأس الأولويات، فهو أمر أساسي في كل مظاهر حياتنا. كأن الأيام مكونة من مكاسب الوقت وخسارات الوقت التي يتمدد فيها الوقت أو يتقلص بناء على عدد لا يحصى من العوامل التي لا نستطيع السيطرة عليها حقاً. إن كان لدى جميعنا هذا الانطباع، هذا الشعور، لا أشعر بأني مرتاح مع الوقت، ينقصني الوقت طوال الوقت. على الأرجح الأمر ليس مشكلة فردية بل جماعية، إنها مشكلة بنيوية ومشكلة عالمية. في حوار اليوم لننظر إلى ساعات الغداء، أتذكرونها؟ استطلاع حديث ل27 بلداً يخبرنا أنها شيء من الماضي. كل تلك الدقائق هي بمثابة عملة أكثر قيمة لاستهلاكها في أشياء أخرى سوى الأكل. هيا، إن أثبت الشخص الذي إلى جانبك في المكتب أن الغداء المعد مسبقاً يمكن مضغه خلال 17 دقيقة فقط، على الأرجح سيطلب منك أن تفعل الأمر نفسه أو ستشعر بالإكراه على فعله. أقصد، لماذا تضيع الوقت في إطعام جسمك؟ حتى في فرنسا، حيث يمضون معدل 2:22 في اليوم في الأكل مقارنة بأكثر من ساعة بقليل فقط في أمريكا، وحيث حتى أثناء جائحة كوفيد-19 كان هناك قانون ضد الأكل على مكتبك، المادة R4428 الفقرة 19 من قانون العمل الفرنسي البالغ 3224 صفحة. أجل، حتى هناك فإنهم يشعرون بتأثير التبروير، لأنه من الأسرع بكثير أن يكون كل شيء جاهزاً. وقت أقل مهدور على الطعام مزيد من الوقت لكي تكون منتجاً. استطلاع من منطقة ليل دو فرانس دل على أن 25% من الناس يأتون بغدائهم إلى العمل. ثقافة الأداء والحاجة لأن تقوم بالمزيد في وقت أقل تعني أنهم يستغرقون 38 دقيقة فقط في استراحات الغداء بالمعدل، وهذا ليس كثيراً جداً. لا نتحدث عن استراحات غداء أقصر وحسب، بل 62% من الأمريكيين يتناولون الغداء الآن بشكل روتيني في مكاتبهم. ثلث عمال المملكة المتحدة يفعلون الأمر نفسه، و40% من الكنديين. إنه غداء في المكتب. لذا إن أمضينا 4 ساعات في تحضير وجبات على مر العطلة الأسبوعية لتحرير 4 ساعات من اختيارنا لاحقاً، هل نقول إن هذه الساعات الأربع لها قيمة أكثر أيام الثلاثاء والأربعاء مما تكون في أيام الأحد؟ هل هذا هو المكسب الكبير في المعادلة؟ نظم وقتك المستقبلي بوقتك الحالي، اجعل مذاقه جيداً، وضعه في مستوعب بلاستيكي. هذا احتمال مشوق، لأن الأبحاث أظهرت أننا نميل للاعتقاد أن لدينا مزيداً من الوقت في المستقبل مما لدينا اليوم.
لذا غالباً ما نزيد من قيمة وقت الفراغ الذي لدينا في المستقبل، وهذا خطير فيما يخص الوجبة، لأننا نفترض أنه سيكون لدينا الكثير من الوقت لتحضير العشاء الخميس المقبل، ثم يأتي الخميس ونقول ليس لدينا وقت. في مرة نخطط مسبقاً، نمضي الوقت الحاضر لتوفير وقت المستقبل، نصادف بعض حالات الطوارئ التي لا يمكن تجنبها، لأنك تخسر الوقت هنا أيضاً. المشكلة هي أننا علقنا بهذه التكنولوجيات الجديدة، وفي النهاية تكلفنا الكثير من الوقت. إنها مشكلة انضباط وعدم معرفة كيف نستخدم هذه الأدوات بحكمة بطريقة لا تستهلك كل وقتنا، مما يسمح لنا بالحفاظ على بعض الحرية. إذن إن لم نوفر الوقت، ماذا نوفر؟ هل هو فائض الطعام؟ بالتأكيد نستطيع على الأقل عد النقود التي نوفرها بالامتناع عن شراء الغداء من البقالة في الشارع 5 أيام في الأسبوع، لأن هذا يمكن أن يكلف ما بين 4 دولارات ثمن حساء إلى 15 دولارا ثمن سوشي، لنقل إنها 10 دولارات ثمن ساندويتش وشراب من أجل حسم الجدال. الغداء المحضر منزليا سيكلف جزءا بسيطا من هذا، لنقل 4 دولارات. الفرق في معدل 260 يوم عمل في السنة 1600 دولار في جيبك ربما. الآن جرب هذا في باريس أو لندن أو أينما كنت. تحضير الوجبات وتخزينها وتنظيمها يقدم مكسباً أكبر بكثير من الوقت إن وسعنا النطاق. الساعات 4 يوم الأحد تستطيع أن تبسط الحياة وتوفر الوقت من أجل 4 أشخاص بدلاً من شخص واحد، وكل هذا مجتمعاً سيتراكم في النهاية ليصبح أكثر من الساعات 4 المستثمرة، وربما تستطيع العائلة كلها أن تحظى بوقت أكثر لقراءة الشعر معاً إن كان هذا ما تحبونه، أو مشاهدة هذا البرنامج، أو العمل أكثر وحسب. أجل، لكن التبروير يساعدنا في حفظ شيء آخر، شيء معظمنا لا يضع له سعراً. من المنظور الصحي حقيقة أن التبروير موجود، يساعد في المساهمة في أن تكون قادراً على تناول وجبات منزلية التحضير أكثر من الجاهزة، بحيث يستطيع الناس إعادة تسخين الطعام الفائض، ومع ذلك تكون لديهم وجبة عائلية وفرصة تجربة وقت الترابط الاجتماعي. وأيضاً لسنا مجبرين على استخدام التبروير، لا نستطيع ملامة تابر نفسه على هذا الاختراع. أحد الأشياء التي أجدها مذهلة في دراسة تاريخ الاختراعات اليومية هو كم مرة يعتمد فيها اختراع على آخر. لذا الرمز مرتبط بحاوية الشحن، حاوية الشحن مرتبطة بالثلاجة، الثلاجة مرتبطة بالتبروير، التبروير مرتبط بطريقة تمضية النساء لوقتهن، هذا مرتبط بتصميم تجربة التجزئة كله. أترون كل مرة تحاول فيها تثبيت شيء ما وتقول إن هذا بسبب ذلك، تجد كل تلك أكثر تعقيداً من ذلك. وهناك تلك الشبكة المذهلة من التفاعلات بين التكنولوجيات المختلفة التي نستخدمها ثم نعتبرها أمراً مسلماً به كل يوم. إن أنتج اختراع اختراعاً آخر، كل اختراع بعد ذلك يجب أن يوفر المستوى نفسه أو مستواً أكثر من الراحة، وإلا فلن يكون هناك تطور. ولنواجه الأمر، تحضير الطعام وحفظه قد تطور حتماً. متاجر البقالة أصبحت كبيرة جداً بحيث أن أقسام المجمدات تمتد حرفياً على مساحات شوارع مدينة. إنها تحمل أكثر من 40,000 غرض مقارنة بتسعينيات القرن العشرين. ومن الواضح أن عربات البقالة أكبر، ومواقف السيارات أكبر، والثلاجات أكبر. لدينا وجبات جاهزة، ومايكروويف، وخلاطات إلكترونية، وقطاعات، وخلاطات، ومشرحات، ومقشرات حمضيات، وعصارات أكياس شاي. ما الذي يوجد في لب الخس؟ وما زلنا نتذمر أننا لا نملك الوقت لتحضير العشاء؟ هذا يجعلك تتساءل إن كنا جميعاً مضغوطين من أجل الوقت كما نظن. اليوم في مجتمعات ما بعد الحداثة لدينا الكثير من الوقت الحر مما كان لدى أسلافنا. نتيجة لذلك لدينا خيارات، لا نستطيع القيام بكل شيء، لكن هذا تحديداً لأن لدينا وقتاً حراً وخيارات، أننا لا نستطيع أن نقول إن لدينا الوقت للقيام بذلك الشيء. بعبارة أخرى، عبارة لا أملك الوقت غير صحيحة،
إنها تعني أن لديك حرية الوقت. حسناً، عندما تعبر عن الأمر بهذه الطريقة، لكن ما لم تكن لديك رفاهية الأكل في الخارج كل يوم، أو لديك الطاقم الذي يدير كل هذه الأشياء التي عليك فعلها، أو لديك طاه شخصي، حسناً، تحتاج إلى أدوات التخزين الأنيقة. وإلا، ما الذي تقترحه؟ انظر، ربما لا يفترض أن يتم الإسراع بالطعام. نسارع المضغ كي نصل إلى الاجتماع التالي، ونغلق الصفقة ونتابع إلى النشاط التالي، نخطط لتلك الإجازة التالية والوجبة التالية. حول العالم، عبر الثقافات والوقت، مشاركة الطعام تكاد تكون طريقة عالمية للتعبير عن الحب والضيافة والامتنان والصداقة. وحتى في عالمنا السريع الإيقاع والطعام السريع في كثير من البلدان، فإن الالتزام بتقليد أوقات الوجبات لا يزال منتظماً بحيث تستطيع أن تضبط ساعتك عليه. يجب ألا ننسى أنه مثل الدباوالا في الهند، الناس في جميع أرجاء العالم لديهم طرقهم الخاصة في تخزين ونقل الطعام. بالطبع، هناك دوماً كيس الورق التقليدي البني، لكن هناك أيضاً دوسيراك تونغ في كوريا، وبايون في الفلبين، وبنتو في تايلاند، وعلبة البنتو اليابانية التي كانت موجودة منذ 15 قرناً. كان اسمها مشتقاً حرفياً من الكلمة الصينية بياندانغ التي تعني الراحة. أليس هذا العمود الفقري لكل شيء؟ نحتاج إلى الراحة أينما كنا في العالم. دماغنا يحب الاختصارات، لذا أي شيء نستطيع فعله يجعل الأمور أسهل علينا من كلتي وجهة النظر، الانفعالية والإدراكية أو الجسدية، فنحن نحب هذا وسنحصل عليها حين نستطيع. ما إن تدخل المتجر، أول ما تراه هو الوجبات المحضرة والأطعمة الجاهزة للأكل، كلها مصممة لتوفير الوقت. يمكنك أكل سلطة طازجة خلال 5 دقائق من دون الاضطرار إلى القيام بأي شيء. بالتأكيد، نستطيع جميعنا اختيار المتجر الذي يبيع الأشياء المحضرة مسبقاً أو وجبات الطعام، لكن ماذا سيحدث إن حاولنا الطبخ في المنزل من دون مساعدة أشياء كالتبروير؟ أولاً، تخيلوا محاولة حساب كمية البقالة المطلوبة بالضبط لتسوق الشهر، ثم حضروا الكمية نفسها بالضبط من الطعام لكل شخص ولكل وجبة. عالم من دون تبروير سيكون عالماً غريباً، إذ سيكون هناك الكثير من المساحة الإضافية في الثلاجة يشغلها نوع من الطعام على أطباق مع أطباق أخرى جاثمة فوقها بشكل غير مستقر. وإنه ليس اختراعاً أساسياً، إنه مفيد وحسب، إنه مفيد جداً. وأحياناً أظن أن علينا أن نصفق لهذا، نحن لا نعطي التقدير الكافي لأشياء من المفيد أن تكون موجودة. التبروير مفيد بالتأكيد، وهو ملائم، لكن على عكس المصعد مثلاً، نحن لا نميل لإدراك قيمته في توفير الوقت بشكل واعٍ. نحن نعرف من دون القيام بالحساب أنه سيكون من الأسرع أن نصعد إلى الطابق 40 بالمصعد مما لو صعدنا السلم، لكن هل سيكون هناك فرق إن اختفت المستوعبات البلاستيكية كلها غداً؟ من دون وسائل أخرى لتخزين الطعام ونقله، هل سنبحث عن اختصارات بديلة؟ نحن نلاحق شيئاً لا نستطيع الإمساك به، إنها بهجة تلك المطاردة التي تمنعنا من أخذ الوقت للعيش. لدينا الشعور أنه كي نعيش الحياة إلى أقصاها، علينا أن نستمر بالركض كي نكون في كل مكان ونفعل كل شيء في الوقت نفسه. مع ذلك، في الوقت نفسه لا نستطيع منع أنفسنا من العجب. لماذا هذا كله؟ الفكرة هي في توفير الوقت. ربما يجب أن نسأل أنفسنا كم من الوقت؟ بياناتنا تقترح أنه نحو 2 ساعة من الوقت المتوفر في يوم شخص ما كافية، وهذا بالنسبة إلي يبدو كثيراً، لكن بشكل ملحوظ ليس إلى درجة أنه بعيد المنال. في هذه الأيام، حيث أسارع بين العمل وحاجيات أولادي والحفاظ على سير أمور المنزل، أحتاج إلى متسع أكبر من الوقت، وحينها سأكون بخير. من أجل هذا، يبدو أننا نحصل على فكرة جيدة جداً.
بضع دقائق تم توفيرها هنا، أخرى هنا، القليل أكثر هنا وهنا، لكننا ننظر حقاً إلى القليل فقط الآن. ماذا على المستوى الكبير؟ من وجهة نظر أنثروبولوجية، كيف نستطيع من جهة أن نرمي أطناناً من البلاستيك كل يوم استخدمناها مرة واحدة، لكن لدينا هذه التبروير البلاستيكية التي نعتز بها؟ ويمكنك القول إنه من دون التبروير وشعبيتها ما كنا لنعرف البلاستيك جيداً. ربما ما كانت دخلت المجال العام وأصبحت كارثة بيئية. من المستحيل تقريباً أن نتخيل عالماً من دون التبروير، صحيح؟ وهذا سؤال بخصوص 380 مليون طن كل سنة. من السهل نسيان كم كانت علبة البلاستيك مع غطاء محكم ثورية حين ظهرت للمرة الأولى في أربعينيات القرن العشرين. وكيف أن إمكانات البلاستيك وفرت نوعاً من الرؤية اليوتيوبية للمستقبل، حيث يمكن تشكيل كل شيء إلى كل فكرة لنا. وهل حاولنا هذا؟ منذ العام 1950 أنتج العالم أكثر من 9 تريليونات كيلوغرام من البلاستيك. هذا يساوي وزن مليار فيل أو 25 ألف بناء إمباير ستيت. إن عرفنا حقب تاريخنا بهندسة المواد التي نستخدمها، العصر الحجري، العصر البرونزي، الحديدي، حسناً، فما من شك أننا نعيش الآن في العصر البلاستيكي. بالتأكيد، إن نظرنا في العالم المعاصر، إن استطعنا متابعة ما نستخدمه كل يوم، فإن الأشياء التي بين يديك، المواد حولك، الكثير منها بلاستيكية، مما يطرح الجدل أن هناك بلاستيك في كل شيء آخر تم جمعه معاً، فيما يتعلق بمجرد تنوع المنتجات التي صنعت باستخدامه. ومن وجهة النظر البيئية، عندما يتعلق الأمر بالطعام والبلاستيك، نحن عالقون بين مطرقة وسندان، لأنه مع التبروير أو من دونها، لسوء الحظ نحن نعيش في ثقافة هدر الطعام. إنها طريقة حياة، بينما أجزاء من العالم لا تملك طعاماً، وبينما نحاول العثور على حلول لإطعام 7,600,000 شخص منا والعدد يزداد، نرمي ثلث كل إنتاج الطعام العالمي. هذا حوالي 1,300,000,000 طن من الطعام المهدور كل عام، بكلفة تقارب تريليون دولار. ومن أجل المتعة فقط، سنحتاج إلى 30,000 سنة لنعد تريليون دولار بأوراق عملة الدولار الواحد. لكن من دون البلاستيك، هذه الأرقام ستكون أعلى بكثير. للبلاستيك سمعة بالغة السوء، لا أظن أنه يستحقها تماماً. من الواضح أن هناك مشاكل كبيرة مع البلاستيك، لكن هناك جانب إيجابي للبلاستيك، إنه خفيف جداً وجيد جداً في حفظ الطعام. وهكذا عندما تبدأ باستكشاف البدائل، تدرك أن القصة ليست بسيطة. هذه الحزمة من الهليون الملفوفة بالبلاستيك التي توجد في الثلاجة الآن احتاجت إلى كثير من الطاقة كي تنمو، ثم على الأرجح أتت جواً من بلد منشأها ونقلت بالشاحنة إلى رف متجرك المحلي، تاركة بصمة كربونية واضحة سببها طبق عشائك. لكن بلفها بالبلاستيك، فإن حياتها تزداد بين 10 إلى 20 يوماً. وتخزين البواقي المطبوخة في مستوعبات بلاستيكية أو زجاجية على الأرجح يضيف المزيد. لكن هناك بالطبع هذا، ثم هناك هذا. هذه مئات ومئات آلاف الأطنان من البلاستيك التي تطفو على سطح المحيط. بعض الاختراعات والابتكارات متناولة جداً، لكن غيرها الكثير يوجد ببساطة، لأن ذلك أصبح ممكناً بفضل الثورة التكنولوجية. من الواضح أن الأمور خرجت عن السيطرة، لكن كيف وصلنا إلى البلاستيك أصلاً؟ لفهم هذا، علينا العودة إلى الوراء كثيراً، ملايين السنوات في الواقع. في الحرارة الشديدة تتغير المواد الكيماوية الطبيعية، والضغط الذي يتولد بسبب تحرك قشرة الأرض شكل مادة نحتاج إليها لصنع البلاستيك، إنها البتروليوم، وفيها، أو على الأقل، كان فيها ميزات. إنها خفيفة وتدوم طويلاً وصحية ويسهل غسلها،
حسناً، إنها سهلة التخزين. لا عجب في أنها العمود الفقري لكل التبروير. إن بدأت باستخدام مواد توضيب بديلة، فهي غالباً أثقل، وهذا يعني أنك تحتاج إلى استهلاك مزيد من الوقود لنقلها. إن فكرت باستبدال زجاجات البلاستيك بالزجاج، الزجاج رائع، لأنه يمكن أن يعاد تدويره أو يغسل ويعاد استخدامه، لأنك تحتاج إلى الأنظمة الصحيحة لإعادة التدوير. بلدان كألمانيا لديها أنظمة إعادة التدوير، لكن الكثير من الأماكن لا تملك هذا، لذا إنها ليست مستقيمة تماماً. أنا لا أقول إن البلاستيك رائع، لكنه معقد. من دون مزاح إنه معقد، خاصة إن كان يتعلق بالزمن، أو بشكل محدد أكثر بعلاقتنا بالزمن من خلال التكنولوجيا. البلاستيك هو الذي جعل صنع كل المستوعبات وكل هذه الأشياء الأخرى ممكناً. كم من الملايين أو حتى مليارات الساعات وفر علينا هذا وهذا 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 وهذا؟ هذا مشوق. أنا واثق تماماً إن كانت أيامنا تمتد بشكل سحري إلى 28 ساعة أو 30 ساعة، لن يتغير شيء إطلاقاً، لأننا سنملأها ثانية فوراً، لأننا فعلنا في الواقع. لقد زدنا كمية الوقت الذي بين أيدينا، لأن التكنولوجيات السريعة تعطينا الوقت. نحتاج إلى وقت أقل من أجل الطبخ والقيادة، ونحتاج إلى وقت أقل من أجل كل شيء. إنه بالضبط الأمر نفسه فيما يتعلق بالمشكلة البيئية، صحيح؟ نحن نخترع تقنيات أنظف ونستخدم طاقة أكثر فعالية، لكن هذا لا يفيد، صحيح؟ المشكلة تبقى على حالها. كما لو أننا نريد أن نستهلك الشيء ولا نخسره في الوقت نفسه، كل ما يسبب لنا الراحة من دون شعور بالذنب. مستوعبات بلاستيكية وكل شيء تبعها يقلل هدر الطعام إلى أقصى حد، ينقص استخدام البلاستيك ذي الاستخدام الواحد ويوفر الوقت. لكن البلاستيك، أي نوع من البلاستيك، ليس مرغوباً. لا يعتبر فقط على أنه العدو الأول لمناصري البيئة، بل حتى فكرة البلاستيك تحت تدقيق شديد. كلمة بلاستيك بحد ذاتها أصبحت مرادفة بشكل خاطئ للرخص والرداءة والتزييف. من جهة، إنه بلاستيك جيد ووطيد ويدوم طويلاً. إنه ليس بلاستيك لاستخدام واحد، لكنه من جهة أخرى لا يزال بلاستيك. وهكذا كيف يمكن أن تتطور الشركة؟ ربما يكمن الجواب في الاقتصاد الدائري. في الاقتصاد الخطي التقليدي، المواد الخام المحدودة مثل المعادن والماء والوقود الأحفوري تتحول إلى منتجات تستخدم، ثم يتم التخلص منها إلى الأبد، وتخسر معها كل الطاقة والجهد والوقت المستثمر في عملية الإنتاج. نحن نستخرج حوالي 90 مليار طن من كل الموارد الطبيعية كل عام لصنع كل ما نستهلكه، وهذا الرقم يتوقع أن يتضاعف في العام 2050. إنه شيء مميز، تدمير الكوكب، إنه مذهل. نحن نواجه موقفاً مريعاً. لماذا؟ لأن الرأسمالية تدفعنا باستمرار، إنها تنتج المزيد باستمرار لشراء المزيد. الآن، في الاقتصاد الدائري، هذا مبني على ثلاثة مبادئ: تصميم الفضلات، والتلوث المحتمل، وإبقاء المنتجات والمواد قيد الاستخدام، وإعادة توليد الأنظمة الطبيعية. ما إن كنت تعرف هذا أم لا، معظمنا يشارك بالفعل في الاقتصاد الدائري. يشتري سيارة مستعملة أو منزلاً مستعملاً، أو يستخدم نظام دراجة مشتركة. من الأصعب قليلاً إعادة التدوير للتخلص من مشكلة البلاستيك، على الرغم من أنه مع تصرف العالم لحذف البلاستيك المستخدم مرة واحدة، ما كنا سننقص التلوث وحسب، بل أيضاً ننقص طلبنا على البلاستيك. منتج مثل التبروير حاول الانخراط في أفكار الاقتصاد الدائري. كيف يمكنه ذلك؟ كيف يمكنه الانتقال من بلاستيك يستخدم كل يوم لوقت طويل من الزمن، ثم يعاد تدويره ويعاد إبداعه؟ وحتماً إنه نوع من الانخراط في هذا، لكن في النهاية علينا التخلص من البلاستيك. ليس هناك حل آخر. كيف نعيد اختراع ما هو التبروير؟ كيف نستخدم العلامة التجارية وقيمتها للناس عبر العالم لإعادة اختراع منتجات منزلية وإعادة تخيل الزمن؟ الآن كيف نقوم بتحويل هذا إلى شيء آخر مع نوع جديد من التفكير؟ علينا أن ننظر إلى ما وراء البلاستيك.
البلاستيك الحيوي مشوق جداً. إنه مصنوع من موارد قابلة لإعادة التجديد مع بوليمرات طبيعية مثل الخشب والطحالب والذرة وقصب السكر والريش. لنتحدث عن خفة الوزن، يمكنها المساعدة في إنقاص اعتمادنا على الوقود الأحفوري وتتحلل بشكل طبيعي. كل تقنية جديدة لحفظ الطعام تبدو غريبة إلى الجيل السابق، والجيل التالي لا يستطيع تخيل الحياة من دونها. لكن إنتاج البلاستيك الحيوي عالمياً يبلغ حوالي 2,100,000 طن في اليوم، ومن المتوقع النمو إلى 2,800,000 طن مع حلول العام 2025، وهو ليس قفزة هائلة على اعتبار أن 380 مليون طن من المادة العادية تنتج كل عام. من الواضح أننا سنضطر إلى القيام بأكثر من مجرد العثور على بدائل للإدمان على البلاستيك، وسيؤثر هذا على كيف نرى ونستخدم وقتنا. في النهاية، المستوعبات البلاستيكية، كل المستوعبات البلاستيكية تجعل الحياة أكثر ملائمة وتوفر الوقت والطاقة. لكن أكثر وأكثر سنحتاج إلى طرح هذا السؤال على أنفسنا: هل يستحق الأمر هذا؟ هذه الابتكارات تقلل الوقت في الأعمال المنزلية بشكل مثالي لخلق المزيد من الوقت من أجل الأشياء الجيدة. الوقت التقديري، تمضية الوقت بطرق نريدها، طرق أكثر إرضاءً ومتعة بالنسبة إلينا. وهذه المرة بشكل مثالي، إنه وقت بطيء نحن فيه ونحن لا نسرع عبر الأشياء الجيدة. فكر في الأمر، لا نستطيع التحكم إن كنا نمضي الوقت فقط كما نحن عليه. ليس صادماً أن نسمع أن تمضية العطل الأسبوعية في الطبخ والأكل، في السيارة أو على مكاتبنا، محاولين القيام بشيئين أو 3 أو 12 شيئاً مرة واحدة، ليس تعريفاً للوقت الذي يمضي بشكل جيد. ما يمكن أن يكون مفاجئاً أنه في الغالب ليس هناك وقت تم توفيره جيداً. يريد الناس القيام بأشياء متعددة معاً لأنهم يعتقدون أنهم سيوفرون الوقت. لدينا 24 ساعة في اليوم فقط، لذا إن استطعت القيام بشيئين كل ساعة، فجأة تكون قد خلقت وقتاً يساوي 48 ساعة. هذا الوعد من تعدد المهام، وأحياناً هذا صحيح، لكن غالباً ما يكون خيالياً. إنه فاشل. لنواجه الأمر، توفير وقتنا، تنظيم المساحة، تدبير البروتين، حافظة غداء صغيرة تبقي الطعام طازجاً مع كل دورانها وتقليدها ونسخها وتجديداتها، لن تصل إلى أي مكان في أي وقت قريب. لم يكن هناك أي شيء محتوم بشأن التبروير. ليس هناك مجال لتجنب أي شكل من التكنولوجيا. أظن أن ما يعد خرافة هو اعتبار أن هناك تطوراً وهذه الأشياء ستحدث. لقد حدثت بسبب قيمتها البشرية وضمن سياقها التاريخي والاجتماعي تحديداً، وستظل موجودة. ما زالت هذه المؤشرات والمعاني قائمة. ربما ستكون هناك مرحلة حيث نسأم حقاً من فكرة توفير الوقت وندرك أنها خرافة كاملة. ألا يبدو هذا جميلاً؟ ألم تكن هذه هي الطريقة دوماً؟ شيئاً بشأن أفضل الخطط الموضوعة وما إلى ذلك؟ لا أتذكر متى صنعت هذه الشطيرة. هل نخزن الهواء البارد الآن؟ لا؟ ربما هذه المستوعبات هي أقرب لكونها من نظام لمقايضة الزمن. وفر بضع دقائق هنا لتمضيها هنا، وفر هنا أهدر هناك. ربما يجب أن أبدأ على التمرن للعيش في اللحظة، أو ربما أحتاج إلى مجمدة أكبر.